المركز الأول ومع مهابة مع المركز الأول لعايض هناك المنصوري من يتواجد مع المركز الأول ومع البداية الأولى عايض بن عوض بن عايض المنصوري مع المركز الأول والبداية الأولى بينما شعار بروية مع ثاني المراكز الشبابي من تأتينا مع ثاني المراكز هناك شعار الشبابية وشعار ايضا سهيل بن عويضة بن جمعة بن مغيرة الاخيلي بينما الوصول مع وبرة لسعيد بن سعيد بالقطني الاخيلي بينما الوصول والقدوم مع رمز ذياب بن عبد الله بن حمد بن حميد الوهيبي مع المركز الرابع خامس المراكز الظفرة سيد بن مصبح بن مطر الاخيلي بينما الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع معز عيسى بن سعيد بن مسلم بن سبت الأخيلي يتواجد في هذه اللحظات والوصول مع هذا الانطلاق من الجانب الآخر وصل الفيلسوف مع أيضا سحابة أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي ولكن المنصوري غادر مع البداية والصدارة الأولى ينطلق مع هذا الانطلاق الجميل الانطلاق الرائع والمتميز مع القيادة والصدارة الأولى عايض بن عوض بن عايض المنصوري مع البداية والصدارة الأولى يقدم لنا مهابة مع المركز الأول ومع البداية الأولى بين المركز الثاني وصولوا مع سحابة أيضا أحمد بن مطر ممايد الأخيلي واصل في هذه اللحظات الجميلة بينما القدوم والوصول مع معز عيسى بن سعيد بن مسلم بن سبت الأخيلي وصل في هذه اللحظات الجميلة والرائعة والمتميزة وراء شعار الحكماني الواصل في هذه اللحظات الجميلة يا سلام الله لمن الحضور لمن الأداء الجميل لمن الأداء الجميل والأداء المتميز لنا عودة الله حجاف لعايض وين يا أخواني يا سلوم قدمني خلني أشوف البداية والصدارة الأولى ما شاء الله على هذا الانطلاق المتميز بسم الله وما شاء الله هناك البداية طارت مع المركز الأول طارت مع الأداء الجميل طارت مع الأداء هناك مع الأداء المتميز الله يسعد صباحك يا راعي مهابة مهابة عايض بن عوض المنصوري عطني الفارغ يا محمود عطني الفارغ يا محمود يا سلام يا مهابة يا سلام يا مهابة مع البداية والصدارة الأولى مع الانطلاق المتميز هناك مع المقدمة الأولى يا سلام تنطلق الانطلاق الجميل إلى الوثبة إلى العاصمة أبو ظبي السلامات ما شاء الله وتبارك الله على هذا الرقص هذا الأداء الجميل هذا الأداء الرائع والمتميز هناك مع مهابة بسم الله ما شاء الله على هذا الحضور الرائع والجميل ما شاء الله ما قالها شيء يمول عصاته مدفونة يا إخواني عصاته مدفونة الله يسعد صباحك عايض بن عوض بن عايض المنصوري مشكور يا ابو الاميره مشكور مشكور على هذا الحضور الرائع والمتميز ما شاء الله لحظه الفوز والانتصار لحظه الفوز مع مهابه بدون اي اوامر ولا تعليمات عصاتها قوس الابطان سلوك
وبسلام سلامي على هذا الحضور المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات الرائعة والجميلة هنا أيضا مع هذا الانطلاق المتميز. عطنا لي مع المركز الثاني 13 هناك مع معز علي بن مسفر علي الأخيري 19 ووصولا مع أيضا مراسيل سالم بن خليفة الحكماني 33 بينما الوصول هناك مع عالي مبارك وسهيل الأخيري 29 ووصولا أيضا مع شقون عبد الله بن حمد بن محمد الحسن الثاني و2000 مبروك على هذا الفوز والانتصار والتهاني إلى عايض بن عوض.